إذن كيفما كتلاحظوا، التحليل الكهربائي لمحلول كلور الصوديوم، الكتروليز دو لا سوليسيون دو كلوريد دو صوديوم، دونك سو تي بي اي ديستيني بور لي زيلاف دو دوزيام اني بكالوريا سيونس فيزيك اي سيونس مات اس في تي، ما عندهمش هذا الدرس هذا. اذا كيفما كتلاحظوا لانجاز التحليل الكهربائي لكلور الصوديوم نحتاج انبوب على شكل اي الكتروديني من الجرافيت ومولد للتيار المستمر. اذا كيفما كتلاحظوا الالكترود المرتبط بالمربط الموجب يسمى بالانود، والالكترود المرتبط بالمربط السالب يسمى بالكاثود. اذا حملات الشحنه، بالنسبه لحملات الشحنه او العناصر المسؤوله على التوصيل الكهربائي في الاسلاك هي الالكترونات، والعناصر المسؤوله على التوصيل الكهربائي في المحلول وهي الايونات. اذا كيف ما كتلاحظوا التيار الكهربائي له منحى الى ان سونس، دونك السورت دو لابور لو بلوس، دونك اي بار سويت لي زيون زيون لي كاتيون لي كاتيون ميغ دو لا بورن او بيان دو ليكترود لي افيك لا بورن بلوس فير ليكترود لي ا لا بورن موان. دونك وبالتالي الكاتيونات تتجه نحو منح التيار اذا الذي يمر من هنا ويمر الى المربط السالب. اذا كيف ما كتلاحظوا قمنا بوضع كميه من كاشف الفينولفتالين في المربط في الالكترود الكاثود، وقمنا بوضع ازرق النيله في الانود. اذا كيف ما كتلاحظوا ازرق النيله هو هذا. اذا نضع قليلا وبالنسبه للفينولفتالين كاشف، اذا كيف ما كتعرفوا ياخذ اللون الوردي في الوسط الحمض القاعدي وعديم اللون في الوسط الحمضي. اذا كيف ما كتلاحظوا ظهور لون وردي يعني الوسط قاعدي، يعني ظهور الايونات او اش موان بالاضافه الى غاز كيف ما كتلاحظوا فقاعات غازيه، وكذلك هنا فقاعات غازيه. اذا فقاعات غازيه كما كتلاحظوا. اذا بالنسبه لنا التعرف على الغازين، اذا بالنسبه لاي العناصر الموجوده في المحلول وهما لي زيون سي ال موان ان ا بلس اي لا موليكول دو اش 2 او. وبالتالي دونك عندنا في تفاعلات الاكسده تقع بجانب الانود والاختزال يقع بجانب الكاثود، وبالتالي سوف نجد الاكسده الأكسدة الأنودية لـ Cl- ليعطينا Cl2 الذي يعمل على إخفاء لون الأزرق للنيلة، وكذلك اختزال أيونات أو اختزال جزيئات الماء بجانب الكاثود، وبالتالي الحصول على غاز ثنائي الهيدروجين زائد ايونات او اش موان. وبالتالي هنا قد نكون ميزنا بين الغازين الناتجين. وبالتالي دونك هنا المعادله الحاصله دونك كتلقاو سي ال موان دو سي ال موان بلس اش 2 او كيعطينا سي ال 2 بلس اش 2 بلس ليزيون او اش موان. وبالتالي دونك هنا نكون قد بينا الحصول على الغازين الناتجين. اذا مزايا التحليل الكهربائي وهو تحضير بعض الغازات كمثلا التحليل الكهربائي للماء، سوف نحصل على غازين اساسيين هما ثنائي الاكسجين وثنائي الهيدروجين. يمكن كذلك اذا كيف ما كتشوفوا يمكن استعمال التحليل الكهربائي في طلاء بعض الفلزات بفلزات اخرى، كمثلا استعمال ايونات الفضه في طلاء
بعض الأجسام الفلزية مثلا فلز النحاس. إذن هو كذلك تحضير بعض الفلزات النقية كفلز الفضة وفلز الذهب وكذلك فلز النحاس مثلا، وبالتالي نكون قد فعلنا دور التحليل الكهربائي في الحياة الصناعية وكذلك في الحياة اليومية. إذن للمزيد من الجديد يمكنكم الاشتراك على القناة.